مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. تحية مسائية عطرة نزف لكل المتابعين أينما كانوا، فكما عودناكم دائما من خلال هذا البث المباشر غادي نستعرض لكم حصيلة كوفيد لمساء اليوم السبت اللي سجلت 13 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة مع الأسف الشديد. وهذه الحالات ديال كورونا تسجلت منها 5 إصابات بعملة اشتكى اتباعها، فيما تم تسجيل 4 حالات بعملة تقدير دوتنان وحالتين بإقليم تيزنيت، فيما حالة واحدة سجلت بكل من إقليم تارودانت وإقليم إنزكان أيت ملول. فكما شتو إخواني الكرام، فالأرقام لا زالت كما هي ولم تسجل يعني أي طارئ اللهم يعني نقصان، يعني حالة واحدة مقارنة مع يوم أمس اللي تسجلت فيه 14 حالة، اليوم 13 حالة فقط. وبالتالي أيضا عدد الوفيات اليوم يعني تسجلت حالة وفاة واحدة مع الأسف الشديد، ونسأل الله الصبر والسلوان للعائلة ديال هاد المتوفي، ويتغمد الله بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما أيضا نتمنى من الله تعالى باش ان شاء الله هاد الارقام تنخفض مجددا، وهادشي اللي كنتمناو اخواني الكرام، وكنتمنى من كل المواطنين والمواطنات باش انهم يزيدوا في الالتزام ديالهم، يزيدوا في التضحيه ديالهم من اجل الوطن ديالهم، لاننا يعني هاد الارقام اللي كنسجلوا بشكل يومي فهي تحت